استقبال اللي أنا شفته اليوم بصراحة 10/10، ما توقعت هاي المفاجأة بتكون لي أنا. معكم كريمة حسن المعيني من دولة الإمارات العربية المتحدة، من إمارة الشارقة بالتحديد. أنا معلمة روضة، وكنت سابقا رئيسة مجلس إدارة الشطرنج في إمارة الشارقة. مدينة يلاوة أنا كنت زايرتها من قبل، بس مع شركات سياحية. دائما لما أجي على تركيا بكون موجودة في إسطنبول، نقعد فيها في الصيف. ويلاوة ولا بورصة، هاي المدن كنت أزورها كسياحة. جتني الفكرة أن أنا ليش ما أخذ لي شقة وأقعد في تركيا في الإجازات اللي عندنا يعني. قررت أن أنا أجي على يلاوة، قلت لأني أنا أحب الطبيعة، أحب الخضرة. فقلت إسطنبول مدينة حلوة طبعا، لكن زحمة فيها. أنا أحب الهدوء وأحب الطبيعة وأحب البحر. اتفقنا مع مكتب من المكاتب الشركات الموجودة في يلوى، أخذنا معهم موعد وجابونا على جنة يلوى وكذا مشروع. بصراحة يعني أنا شفت كذا مشروع، يعني المشاريع الثانية اللي أنا زرتها قلت بفكر فيها، وأنا الفكرة جتني فعلا، أنا قلت باخذ كأفكار في البداية وبرجع للإمارات بشوف لي أي مشروع أخذ منه شق. لكن لما جيت على جنة يلوى بصراحة يعني هي فعلا جنة، يعني كلمة الحق ينقال، أنا لا أجامل ولا شيء، فعلا جنة يلوى. ومن أول مرة قلت خلاص أنا بحجز الشقة، والحمد لله الصف أو الموظفين اللي كانوا من رئيس مجلس الإدارة، من الموظفين، ما قصروا. والاستقبال اللي أنا شفته اليوم بصراحة 10/10، ما توقعت هاي المفاجأة بتكون لي أنا. يعني على اهتمامكم بالزباين، على دليل على حبكم وعلى كرمكم وعلى طيبتكم، كيف تستقبلون الناس اللي حابين اللي يشترون الشقة، حتى إذا ما اشتروا الشقة يكفي الاستقبال الطيب والوجوه الحسنة اللي نحن يعني نشوفهم. ومثل ما قلت يعني جنة يلوى مشروع من مشاريع عمران ترك، من أفضل المشاريع. سعيدة جدا يعني على تواجدكم انتم. الحلو المستمتع ان عرب موجودين. انا احب الاتراك بشكل عام، لكن انا احب البلد. كنت باخذ في المانيا، كنت باخذ في مكان ثاني، لان الدولة الاسلامية في النهاية يعني. فحلو كل شيء حلال فيه، وكل شيء ما تخاف على عيالك، مكان سيفتي هذا المكان يعني. بس هذا هو المطلوب يعني. في صديقات يبون يحجزون يعني مثلا ياخذون لهم شقة في تركيا، لكن انا قلت لهم اذا انتم تحبون الطبيعه خذوا يلوى، ما في مكان ثاني يعني. فعلا لا تبون الزحمه سيروا هناك، معني يلوى عن اسطنبول ما يبعد بسيارة، عندك ساعه ساعه ونص تقريبا، عندك العباره يعني مش من بعده يعني. لكن البحر والطبيعه هاي والجبال ما شاء الله يعطيك المكان الجميل وتستمتع، واكسجين نقي اصلا يعني، يكفي الاكسجين الهواء النقي اللي موجود يعني.